أقام في تل أبيب معرض دولي سنوي لمصورين صحفيين يقومون بعرض ما التقطته عدساتهم ولتكون صورهم شاهدا على ما يدور في هذا العالم من أحداث مختلفة. عندما تتجمع الأفكار والكلمات ويعجز اللسان عن التعبير عنها، تأتي الصورة لتحكي لنا حكاية الإبداع لمصورين أخذوا على عاتقهم صعاب ومخاطر المهنة التي أرادوها لأنفسهم لتوصيل بعض المشاهد الحقيقية، موثقين من خلال صورهم ويلات الحروب وحقيقة المعاناة. الإفادة المحلية والتصوير الصحفي الدولي عنوان لمعرض نقوم بافتتاحه كل عام، فهذه هي السنة 9 لهذا المعرض الذي من خلاله نعطي مجالا لمشاهدة ومراجعة أحداث العام الذي مضى. هذا المعرض يعطي المجال والمنصة للمصورين الصحفيين لعرض صور تعنى بالحياة اليومية للمجتمع، مثل المصور تومر إفراح الذي قام بتصوير الأسيرات داخل المعتقل النسوي، والمصور أوريف زيف الذي قام بتصوير هدم المنازل في مدينة اللد داخل الخط الأخضر التي تتعرض لهجمة تستهدف المواطنين العرب وعائلاتهم. أراد القائمون على هذا المعرض من وراء إبراز هذه الصور تذكير الحاضرين بأحداث مضت دون ملاحظتها، وإعطاء المجال للمصورين بالتعريف عن أنفسهم من خلال صور التقطوها موثقين من خلالها أحداثا لا نستطيع تذكرها. وجدنا نحن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية أن التصوير هو الوسيلة الأنجع لتوثيق انتهاكات السلطات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين، لتوثيق الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء السكان. فلولا عملية التصوير لما كنا قد وصلنا إلى محاسبة مرتكبين هذه الجرائم في حق الإنسانية وحق الإنسان في القدس الشرقية. هذه الصور التي رفعت على الجدران هي توثيق لمعاناة شعب رأى فيها الحاضرون رسالة مهمة للفت الأنظار لمعاناة يجهلها الكثيرون، وإفادة لولاها لما استطاع القانون محاسبة كل من يرتكب جرائم بحق الإنسانية بعيدا عن أعين القانون. وتبقى الصورة أبلغ من الكلام، هذا ما جسدته عدسات المصورين في هذا المعرض محاولين إظهار ويلات الحروب من خلال صورهم. سامي أبو دياب، روسيا اليوم، من معرض التصوير الصحفي تل أبيب.